خلصيني بقى من هالارض وتعي ساعديني بمسح البلور. بالله لا ما رح ساعدك مسح البلور، انت بدك تساعديني مسح الارض لانه انكسر ظهري وانا عم بمسحه. خلصونا بقى انت وياها وليه؟ عجلوا خلصونا. هلا هذا اللي شاطر في حضرتك بدل ما تجي تساعدنا كازانوفا زمانك. انا كازانوفا زماني؟ بدي ورجيكي مين كازانوفا زمانه. انا كازانوفا زماني. يا مريم شوفي لجنة الاستقرار حشت على وسطي على الارض في 16 مرة. اك اضربي منك الى اله ولك عدمني اياكم انتوا التنتين ما عدتوا تعرفوا تخلصوا بقى ولك قرب نوصل الوزير يلا. وانت ولا حسان طلع استعجل لي ابوك ولك يلا بسرعة حاج تقر مع اخواتك يلا. رباب فوتي تقبريني فرمي البقدونسات. وانت وليه؟ ما كنت تعرفي تمسحي هاي الارض؟ لك انت هي؟ لك ليه؟ تضربي شو نايطة؟ انا نايطة هني عم يدعوا شو لي؟ سدي بوزك سدي فوتي حركي لي اللبنات على النار يلا. ونوصولي هالراديو هاد اللي عم يلعلع طوشتي مخي. ظابطة الغرة؟ ظابطة. من هون؟ نيحة. هون؟ نيحة. تمام. امشي قدامي. يا مو هلا عن جد الوزير ابن خالته لزم لأبي؟ لك شو عم نمزح؟ شو قالكم ابوكم امبارحة؟ طب امي ليش ما زارنا ولا مرة؟ ما بتذكر اني شفته مرة بحياتي. زارنا؟ ولك يا هبلة كان ساكن هون هو وامه واخواته وخالاته وعماته وكل العيلة كانوا ساكنين هون حتى ابوكم يلي اكلة من رجليه شقف هي الارض، لك ابوكم كان يقتله كل قتلة يا لطيف الله مولاه. هلا ابي كان يقتله للوزير؟ امي ايه بركي بحطه بشي وظيفة محترمة عنده؟ لك ايه نحن هلا ليش عم تقري انت وياها؟ قومي شي وحده منكم تحضر السفره. انت هيام؟ هيام قومي. واللبن امي؟ خلص حاجته قومي. اوف يا الله امي شو بتشغلنا؟ انا كل شغلانه ما بشغل الا لبن. امي والله ما حلوه نضيفهم بصحون لان يعني نصهم مكسور نصهم مشعور. ولك يكسر دياتك انت وياها غير من جلي كل ملهواش؟ لك يخرب بيت قلبكم، تركتوا لي شي طقم صحون بيض فيه وشي قدام ضيوف؟ قومي وليه؟ انتظري عند مختار الحارة وجيبي لي من عند مرته دزينتين صحون مرتبين، يلا! انت كسرتيه. إذا لقيتي عندهم طقم كاسات منيح جيبيه معك. وين رايحة؟ أهلين أبي. بعتها لعند المختار جيب لنا طقمين صحون مرتبين. لأنه صحوننا بيسودوا الوش. لا جيبوا شي من بيت المختار، جيبوا من بيت أبو أحمد، يلا لطي بسرعة. ليش بقى ابو حسان؟ ازعجك المختار بشي؟ صار له يومين حايل سلايس ليساوي العزيمه ببيته، قال شو هو؟ اوضة المضافي عنده اوسع. بلش ايه وشو قلت له انت؟ ما فشل، الوزير ابن خالتي مو ابن خالته، لما بصير ابن خالته وزير بيبقى ياخذه لعنده مثل ما بده. العمى على هالناس شو مجانين، الكل صار يحبني، خذي من ايدي خذي. ما بكفي اني عازمه؟ الحق عليك تقبرني، انت ليش لا تعزمهم؟ كنا قعدنا نحن والوزير لحالنا، هلا كل يوم رح تصح لنا الفرصة؟ لك يا مرة لازم يكونوا موجودين، هيك فيها وجاهة أكثر وتكريم لمعاليه، شو فهمك أنت بالسياسة ها؟ وين صرتوا أنتوا؟ لسه لازمكم شيء؟ لا كل شيء كل شيء جاهز، بس قلت لي أي ساعة بدهم يوصلوا؟ 7:30، يعني 8. طب وهلا الساعة قديش؟ يعني شيء وحدة. تقبرني إلا لحسان يتناولنا كم كرسي من بيت أبو خالد مو من القش؟ لا يجيب لنا ياهن من الستيل. إيه مو على عيني؟ يا الله. لحظة لحظة أبو حسان بدي أسألك، أكيد أكيد مرته للوزير جاية معه؟ معلوم. دخلك ولساتها مأنزعة وشايفة حالها ومناخيرها لفوق؟ فوزية هلا مو وقت هالحكي. مزبوط. خلصت البقدونسات يا عمو؟ إيه تقبريني بلشي بالبندورات الله يرضى عليك يا حق. شرفت بين الليلة يا معالي الوزير بالقلب والإحسان نشكر لكم كل دعوتنا يا ميت على الزاك يا ميت على الزاك نورت الحارة نورت الحارة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلين خيرات خالي شرفنا يا معالي الوزير شرفنا والله أهلين فوزية
كيفك يا فوزية؟ داعية لمعاليك بطول العمر. الله يرضى عليكي. معالي الوزير، تتذكر بناتي؟ هي هيام وهي رباب. لكن ما شاء الله ما شاء الله، كبروا كل واحدة من بناتهم صارت طول الحورة. عم يتعلموا ما هيك؟ عم يتعلموا أبو حسان ما هيك؟ لكن لكن ولو ضروري يا أبو حسان ضروري، نحن بعهد جديد المرأة لازم تتعلم. ما بتعرفوا يمكن بالمستقبل القريب ممكن يصيروا نساء وزيرات. بهالمناسبة أنتوا بتعرفوا أن سوريا هي أول دولة منحت المرأة حق الانتخاب؟ بتعرفوا هالشيء؟ كله بفضل فكركم النير يا معالي الوزير، وبظل حكومة الجنرال أبو العواصف الله يطول بعمره. آمين. مفهوم مفهوم. بعرفكم يا معالي الوزير على أبو بشير مختار حارتنا. أيوة، كيف المخترة يا أبو بشير؟ بفضل حكومتكم وحكومة الجنرال أبو العواصف الأمور كلها سمن على عسل، والحمد لله يا معالي الوزير. بمناسبة الحكي عن السمنة، أنا شامم ريحة سمنة. شو نوعها هالسمنة يا أبو حسان؟ بلدي 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 حديدي يا معالي الوزير. أيوة ها، لكن ما بدنا نعيد القصص القديمة تبع السمنة. الله لا يعيد هذيك الأيام. لا أعوذ بالله، أحسن سمنة حديدي جبتها توصاي من دير الزور يا معالي الوزير، الله وكيلها. إيه مين هاد؟ محسوبك أبو خالد، أكبر تاجر إقضامي بالبلد. أهلاً يا أبو خالد، وشو الإقضامة اللي عم بتتاجر فيها؟ مغبرة سيدنا، مغبرة. ها؟ مغبرة؟ إلك معقولة؟ وعاك تكون اسطنبولية ها؟ بزعل منك وبسكر لك محلك بالشمال الأحمر. ما بنسترجي سيدنا، ما بنسترجي. الله لا يرجع الاسطنبولية وإيامهم ويخلينا الجنرال أبو العواصف وحكومته الوطنية الرشيدة. آمين آمين آمين. الداعي أبو أحمد، تاجر مناشف وبشاكير بالحريقة. أيوة 100% قطن يا أبو أحمد، ما هيك؟ ولا عم بتدحوا شو فيها خيطان أشكال وألوان؟ 100% قطن، الله بيشهد، أبيض مثل الحليب جاي من حلب. إن شاء الله مرتاحة ست خيرات خانو. ماشي الحال، بس ما عجبتني كتير ريحة السمنة. شو رأيك أبو فيصل بريحة السمنة؟ معدتي كشت منها. لا 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 يا أم فيصل، لا، أبو حسان ابن خالتي وزلمة منظوم، مو معقولة أبدا يورطنا بسمنة رخيصة. حي الله. أكيد أكيد ولو شفت شلون سمعتي؟ وجنابك؟ أنا اسمي سعيد معالي الوزير، مهندس كهرباء وعندي محل تصليح راديوهات. برافو برافو لك ابني، هاي مهنة العصر هاي. تعرف بكرة بس يدخل التلفزيون لبلادنا ما رح توقف شغلي. عفوا سيدنا، شو هذا تل شو؟ لك يا ابني تلفزيون، هذا جهاز جديد حضاري كتير، شفته بجولتي الأخيرة بفرنسا وبإنجلترا، شغلة بتجنن، بتشوفه مثل الصندوق، بتطلع فيه بتلاقي جواته الناس صوت وصورة. تفضلوا جنابكم، الأكل سخن يعني إذا حبيتوا، إذا جوعانين جنابكم بتقرروا. الحقيقة أنه أنا اليوم ما تغديت. سبب كنا باجتماع بالمجلس وطالت المناقشة وطالت فنسينا الغداء. الله يعطيك العافية. بس ممكن افتحوا لنا بس الراديو هاي لأنه بدي اسمع الأخبار. حسان خليكم خليكم اتحرك. راديو. السلام عليكم. تفضل. يا الله. علي الصوت شوي. يا بنات وقفوا جنبكم. تعالوا. يلا. كمان علي شوي. بلاغ رقم واحد. بلاغ رقم واحد. أيها الشعب. إن الممارسات التي مارستها حكومة الجنرال الخائن أبو العواصف وزبانيته وأسلامه المسترخصين دفعت الجنرال الجديد أبو رياح إلى الإطاحة بأبي العواصف واستلام السلطة وزمام الأمور، وقد تمت الإطاحة بالحكومة السابقة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء أبو نديم، وزير الاقتصاد الوطني أبو فيصل، وزير الشؤون الخارجية أبو عبد المعين، وزير التربية أبو سراج، وزير
شو أبو فيصل؟ أطاحوا فيك يا معالي الوزير؟ قال شو؟ قال أنا كنت بدي أعمل عزيمة ببيتي، لكن الحمد لله الله ستر. عيب يا سعيد عيب، هذا ابن خالتي. ولو يا مختار. ابن خالتك تتهنى فيه. السلام عليكم. اشقشوا لي الكراسي ستيل لبقلكم. هلا صار حضره جنابه، ما بقى تعجبه الاقدام الاسطنبوليه، هلا صارت الاسطنبوليه على ايامهم. كخ الله ايام الاسطنبوليه، لك يا ريت ترجع الاسطنبوليه على الاقل بيعرفوا طعم التمون. ولو يا مختار، ولو يا ابو خالد. اتركن يحكوا على راحتهم، وقاعد جنابك عم تتونون على المناشف قطن ولا مو قطن؟ نسيت لما كنتوا تمسحوا وتنشفوا بالحجر وراء الجرايد؟ هاتوا هالصحون، هاتوا هالصحون. لك بعد الاكل فيهم يا ابو احمد، الزلمه ضيفنا عيب عيب ما بصير. ضيفك انت، صب لهم بصحونك المقرقعين، لا بقلن صحون الصيني. لا وشو حضرتها خيرات خانم، قال شو مو عاجب ريحة السمنة؟ هذا بدل ما تقلينا الله يعطيكم العافية لكنا ونحن عم نساعد أمي بالمطبخ. خلاصي ولي هلا بقى فايدة. ها وليش لحتى تخرس بعدي؟ معها حق البنت، اضرب عليهم هلكوا هن عم بيحضروا لأم نخير مأنزعة. ولك على شو شايفة حالك علينا؟ خيرات خانم مو عاجبتك ريحة السمنة؟ كانت تاكل لوز وسكر عند أمها. ولك نسيتي؟ نسيتي لما امك كانت تجيب اللية والشحمة وتطبخ لكم فيها؟ ولا نسيتي لما كنتوا تلحسوا سفل الطنجرة مشان تشبعوا؟ برمي عليك الطلاقة فوزية، خلصي، هذا ابن خالتي. أصيل يا أبو حسان، أصيل. أبو فيصل، خلينا نمشي، أنا خايفة. لك وين بدنا نمشي؟ هلا الدبابات بتكون معبية الطرق. ولك أنت بشو نفعك؟ ولك شقفة وظيفة بالوزارة ما عينك، استكتر عليك آذن على بابه. ومتأمل بهالزيارة يساعدك. يلا لشوف، يلا لشوف، عطوني هالكراسي ستايل خليني اتمشى. ويلا والصحون كمان، يلا لموه. يلا عمي عطوني سماش في اوام. عطوني المعالي والكراسي. يلا. بلاغ رقم واحد. بلاغ رقم واحد. ايها الشعب، تمت الاطاحة قبل قليل بحكومة ابو رياح الخائن وزبانيته وازلامه المسترخصين. وعاد إلى استلام السلطة وزمام الأمور الجنرال أبو العواصف. يعين الوزراء الجدد وفي حكومته بالترتيب التالي: أبو نديم رئيساً للوزراء، أبو فيصل وزيراً للشؤون الخارجية، أبو عبد المعين وزيراً للتربية، أبو سراج وزيراً للعلوم والمعارف. احبسهم كلهم ابو فيصل. نحلى وليك ان نلحس سفل الطنجره لنشبع. قوي لسانك يا قليله الحياه. يبعت لي حمه. والله انا ما كان قصدي، بس مشان الله لا تؤاخذونا. لكان نحن كنا نمسح بالحجر وراء الجرايد يا بياع البشاكير. ولا انت شو اسمك انت؟ وين محلك انت؟ ها هون هون هون. بوس ايدك، الله لا يوفقني، ان شاء الله بتاكله للساني القطع على هيك غلطه. يلا خلينا نمشي، زاد الحق علينا نحن تواضعنا وجينا بعد هيك ناس شرطيه. مشان الله تسامحنا يا معالي الوزير، مشان الله تسامحنا. بقول لك يا ابو حسان انت اصيل انت. اذا مشان الكراسي انا بالنسبه ولا تبع الاطابه روح ومشي انت، مو مثل مرتك هاي الشرشوحه. تمت الاطاحه مشددا بحكومه الجنرال ابو عواصف الخائن، واستلم السلطه ابو مطر الوطني الغيور على البلاد. وقد تمت الإطاحة بالوزراء أبو نديم، أبو فيصل. أعطيني كراسي، أعطيني كراسي. أو يا جماعة اسمعوا، لكن أنا قليلة حياة مو هيك؟ شاهدين يا جماعة مو هيك قالت؟ لكن أنا بورجيكي كيف لازم تحكي يا بنت اللي أنت بنتون. أنا بورجيكي. بلاغ رقم واحد. أيها الشعب، عاد الجنرال أبو العواصف واستلم مجددا. الله أكبر، شرف جلالة. سبعة. تمت الإطاحة. عاد الجنرال أبو العواصف. واحد. تمت الإطاحة. تمت من جديد الإطاحة بحكومة الجنرال أبي العواصف وزيرها.
زبانيته. بلاغ رقم واحد استلم مقاليد الحكم والسلطة الجنرال أبو النسائم. هذا وسيعلن فيما بعد أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة والترتيب. أنا كأني سمعان بهالاسم، كأني بعرفه. ها صاحبي 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 من زمان. خير دكتور طمني، خيطت له جرح؟ لسه بدنا نعقم الجرح منيح بالاول، لانه الازازه اللي داسي عليها كبيره والجرح غميق. طيب شو ناطر دكتور، ما تفوت تخيط له الجرح؟ في عنا معقم وطني منيح بس بيصبغ الجسم والثياب وبيضل شيء 20 يوم لحتى يروح، هذا ب 25 ورقه. وفي عنا معقم اجنبي كمان منيح وما بيصبغ الثياب، هذا ب 115 ورقه. فأنه نوع بتفضل نستعمل؟ الأفضل طبعا دكتور الأفضل، معناته الأجنبي. يلا يلا. نحن عقمنا جراح وصار لازم نخيطه. وشو عم تستنى؟ فوت خيط لك يا انا يا دكتور. لا هو مو مشان بس، في عنا خيط تجميلي ابو ال 150 ليره، هذا ما بيضاين وبيفك بعد يومين او ثلاثه وبيسبب التهابات. وفي عنا خيط ابو ال 215 ليره، هذا ما بيفك بس بيترك علام. وفي ابو 315 ليره اصلي، هذا لا بيفك ولا بيترك علام. متين كتير وبيل أدعك، أنا بستخدم منه دائما لأولادي لأنه أولادي. دكتور كرمال الله فوت استعمل، من الأفضل خلصني. يعني أو 315 دك أبو الدرع بالسخن الأصلي. شبك شبك شمي على عيني. طمن، خيطنا الجرح هلا والجرح هلا عقيم والحمد لله. بقيان علينا الضماد. شو نوع الضماد اللي بتفضله؟ عندي حلبي شغل انطونيان، هذا بنشي وكل نص ساعه بدك تبدله وتعقم تحته، ادراعه ب 15 ورقه. وعندي باكستاني، هو هندي بالاصل بس فاتحين له وكاله بالباكستان، هذا بيضل نص النهار وما بنشي، ادراعه ب 25 ورقه. وعندي كوري اصلي ووتر بروف، هذا لا بيخرب ولا بينشي ونقشاته حلوة، ادراعه هذا ب 115 ليرة. خد نقي لك مسطرة، تفضل. اعتمد اعتمد بسرعة، ما عندك سمعان صوت المخ. هاي النقشة، هاي النقشة. ايه أحسن فعلا انك مزوي.
سيدي. بقيان علينا إبرة الكزاز، هي ما في منها غير نوع واحد، ب215 ورقة، أعطيها شي إبرة. شو لازم بهيك حالة؟ بهيك حالة لازم نعطيها. معناها شلون عم تسألني أعطيها طبعاً؟ إيه على عيني. صحيح قبل ما أنسى، في عنا نوعين سيرنج، سيرنج وطني ب15 ورقة، هذا بيوجع شوي، مو كتير، واحتمال تنكسر الإبرة جوا، وإن شاء الله ما بتنكسر. وفي أجنبي ب18 ورقة. ما بتوجع ابدا ولا بتحس فيها. الاجنبي دكتور، الاجنبي معناتها تبع 18 على عين. اوف، اذا الاجنبي هيك معناها الوطني شلون؟ تفضلي يا عمو تفضلي. هلا بقدر اقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تفضلوا لعندي لهون. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سيدي، معقم اجنبي ما بيصبغ 25، خيط اصلي 315، ضماد ووتر بروف كوري 115، ابرة كزاز 215، سيرنج أجنبي ما بيوجع، صار حسابك 728 وإجرة إيدي 300، صار 1028. إيه سيدي الحساب لو سمحت. فراطة فراطة فراطة. ما معي فراطة شرف. هيك زد لها 15 ورقة. مو مشكلة مسامة. لا 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 لحظة لحظة لشوف. في عندي لزقات كوري أصلي. وهي ثلاثة، الواحدة بخمس ورقة، تفضل. كتر خيرك. الله معك. يعافي لك يا إلهي. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. خير خير خير، شو القصة؟ قرصه قنديل. بسيطة، بده إبرة تحسس. بالمناسبة في عندي نوعين من إبر التحسس، إبرة تحسس وطني ب15 ورقة، هاي مفعولة ما بيبدأ غير لبكرة وبتعمل إسهال، وفي عندي وحدة أجنبي ب115 ورقة، هاي مفعولة مباشر وما لها أعراض جانبية، بقى له نوع بتفضلوه؟ الأجنبي دكتور، ما بدي حكي. وبالنسبة للسيرانج في عندي نوعين، نوع وطني ب15 ورقة بيوجع شوي، ونوع أجنبي ب18 ورقة لا بيوجع ولا بيحس فيها. الأجنبي طبعاً. تفضلوا تفضلوا. أي العم، منيح اللي قلنا له على الأجنبي. تفضل. الله يسلم إيديك يا دكتور. إيه سيدي حاسبونا. شو بتريد دكتور؟ أخي 115 و18، يعني المجموع 133. تفضل هاي 200. إيه لحظة، وهي 50. تفضل. إيه وهي 4 لزيات. تكرموا. دخلك القنديل اللي قرصه صغير لما كبير؟ لا صغير دكتور، مسكناه ولحشناه الشط. لا 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 لا، الله يصلحكم على هالشغله. لك مو حرام، هذا روح مثلكم مثله، بصير هيك. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعافيكم. الو، مرحبا ابو زكريا، دخيلك لحقني بدفعة جديدة. لك ايه خلصوا؟ شلون ما بدهم يخلصوا؟ لأنه ما شاء الله الكل صاروا قبضايات وعم بيسابقوا، مو بده يطالع القنديل بالأول. لا الله يوفقك، ما بدي وطني، لأنه الوطني عم بيلتقط بسرعة ومو ناقصه غير يطلع لحاله. ايه بدي القبرصة تبع ال 415، هذا بلهموطي وعينه جقرة وقرصته سماوية. ايه